انتي ايمان وهي صغيره هل كانت عارفه انها ممكن او متخيله نفسها هتبقى في المكان اللي هي فيه دلوقتي، ولا كانت طفله شكلها ايه؟ لا خالص، انا كنت مبدئيا شاطره جدا، متفوقه قوي، دحيحه يعني، ابتدائيه اعداديه ثانويه عامه دايما الاولى، حتى ثانويه عامه كنت جايبه 102% تحسين بقى وكده، دحيحه جدا. كنت شايفه نفسي انا ابقى دكتوره، ملهاش علاقه خالص. وبعدين لقيت نفسي ما بحبش المواد العلميه في ثانويه عامه، فدخلت ادبي، وبعدين جبت مجموع كبير، كنت الاولى على المنطقه كلها، منطقه مصر الجديده. فاستخسرت المجموع، اكتب ايه؟ كتبت اقتصاد وعلوم سياسيه. وبعد ما شويه في الكليه لقيت نفسي يعني سلك دبلوماسي بقى، يعني انا حابه الاعلام. وكان ساعتها بدات تجربه النيل الاخبار، فكنت بشوفهم بلاقيهم شكلهم حلو وبيقدموا ماده بقى كويسه، حاجه تتناسب يعني مع الدراسه اللي انا درستها وكده، فقلت خلاص انا هبقى مذيعه في النيل الاخبار. وفعلا يمكن قبل ما اتخرج كنت بدات اتدرب في النيل الاخبار.